أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. السيسي يبحث مع وزير الدفاع الروسي تعزيز العلاقات بين البلدين. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سيرجي تشويغو وزير الدفاع الروسي، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى نائب وزير الدفاع الروسي وسفير روسيا في القاهرة. وأضاف سيرجي أن روسيا تقدر دور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا تطلع بلاده لتدعيم علاقات التعاون القائمة بين البلدين في جميع المجالات. الصحة 4 وفيات و14 مصابا في تفجير فندق بالعريش. أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان وفاة 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين في تفجير استهدف الفندق الذي يقيم به القضاء المكلفين بالإشراف على الانتخابات البرلمانية في العريش بشمال سيناء. العدل، القضاء يعاهدون الله والوطن على القصاص من الجناة في حادث العريش. أكدت وزارة العدل أن المستشار أحمد الزند وزير العدل ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية قد هزهم الحادث الأليم بمدينة العريش الذي استشهد على إثره قاض بمجلس الدولة ووكيل للنائب العام، وإصابة زميلين لهما نتيجة الهجوم الغادر من الهجمات الإرهابية التي لا دين لها ولا وطن. وأوضح القضاء أنهم يعاهدون الله والوطن على مواصلة العطاء وبذل الجهد في محراب العدالة أو في أي مكان آخر. الجامعة العربية تدين تفجير العريش. أدانت جامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف فندق في العريش وأسفر عن عدد من الشهداء والمصابين. وأعربت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون الإعلام والاتصال عن خالص العزاء لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يصود البلاد الأربعاء طقس دافئ شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا وبارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتكون متكثرة على مدينتي حلايب وشلاتين، يصحبها سقوط أمطار خفيفة والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج في البحرين من 2 إلى 2.5 متر. والرياح السطحية في البحر المتوسط جنوبية غربية، أما في البحر الأحمر فتكون شمالية شرقية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.